مساء الخير متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. اليكم نشره الاحوال الجويه. يتوقع ان يتزايد تاثر اجزاء من المملكه لا سيما الشماليه منها خلال ساعات هذه الليله، الاجزاء مثلا المتاخمه للحدود العراقيه والاردنيه مثل اجزاء من الجوف، سكاكا، وفي عرار الحدود الشماليه وفرفحه، وحتى في الاجزاء الشماليه الغربيه لتبوك باحوال جويه غير مستقره، ينجم عنها هطول زخات محليه من الامطار، قد تكون رعديه في بعض الفترات ومترافق مع تساقط لزخات البرد. غدا تمتد هذه الاحوال الجويه الممطره شرقا لتصل ايضا اجزاء بالقرب من حفر الباطن، بالاضافه الى ربما تقترب من المناطق الغربيه من منطقه الرياض، كما تتركز هذه الحاله المطريه غدا في المرتفعات الجبليه الجنوبيه الغربيه للمملكه، تتوقع ان تنشط على وجه تحديد في ساعات ما بعد الظهر على شكل زخات رعدية غزيرة أحيانا من الأمطار ومترافقة مع تساقط بعض حبات البرد. أما هذه الليلة في العاصمة الرياض فالأجواء مستقرة أجمالا لكنها باردة نسبيا، درجة حرارة الصغرى 12 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب والغيوم. دعونا الآن نتعرف على درجات حرارة متوقعة العظمى غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين والأحوال الطقس متوقعة في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا من منطقة سكاكا المتوقع أن تسجل ما بين 29 درجات مع فرص لبعض الأمطار، في عرار 19 إلى 8 وفي تبوك 19 إلى 7 مع فرص لزخات محلية من الأمطار. في المدينة المنورة تكون 25 إلى 14 مع غبار خفيف، جدة 27 إلى 21 مع ظهور بعض السحب، 28 إلى 19 في مرتفعات مكة وفي مكة، الطائف 20 إلى 11 درجة مئوية مع فرص لأمطار رعدية في مرتفعات الطائف. غدا أيضا كذلك الحال في مرتفعات الباحة 15 إلى 10 مع أمطار رعدية متوقعة، 20 إلى 12 في أبها ونفس الحالة الجوية، في حين يكون الطقس أكثر دفئا ومع ظهور بعض السحب من 31 نهارا في جازان والصغرى 26 درجة مئوية. في الإحساء أيضا أجواء مستقرة 27 إلى 11 درجة مئوية، 23 إلى 16 في الدمام وأجواء مشمسة، تكون هناك فرص للأمطار في حفر الباطن من 21 إلى 11 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى المملكة فمن المتوقع أن تسود بها أجواء أحيانا تكون مغبرة نتيجة نشاط في سرعة الرياح، تكون في كل من الرياض وبريدة في القصيم، وحال أجواء مغبرة تكون في الرياض 27 إلى 17، 28 إلى 11 في بريدة و22 إلى 8 درجات مئوية في حائل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.